كل متابعينا في اليوم السابع النهاردة، يعني أعلنت منذ قليل نتيجة انتخابات نقابة المهندسين، والبشمهندسة بوسينة فازت بمقعد نقيب المهندسين بمحافظة كفر الشيخ. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا بشمهندسة؟ عامل ايه يا بشمهندسة؟ الحمد لله. قولي لي بقى شعورك النهاردة ايه؟ طبعا انا بشكر جميع مهندسين كفر الشيخ اللي منحوني الثقة الكبيرة دي، وانا بيهم ومنهم لهم. وبشكر المهندس عبد السميع عبد القادر يوسف نقيب المهندسين لفترتين متتاليتين، الأب الروحي لنقابة مهندسين كفر الشيخ، وبشكره على حسن دعم لينا. ومهندس عبد السميع قيمة وقامة، ومهندس عبد السميع السبورت بتاعنا في النقابة، سبورت نقابة المهندسين بوجوده في مجلس الشيوخ، وهيبقى وإن شاء الله هو داعم قوي في تعديلات قانون النقابة، وأكيد بوجوده في مجلس الشيوخ النقابة هتستفيد من وجوده أكبر استفادة. وبشكره على المدتين اللي قضاهم معنا، وبشكر جميع مهندسين كفر الشيخ على منحهم الثقة، وربنا يعيني ويقدرني ان انا اكون عند حسن ظنهم. واحب اقول لهم ان النقابة بيكم ولكم، وان انا مش لوحدي هقدر اعمل حاجة، احنا كلنا مع بعض، حتى الاعضاء ببارك لزمايلي اللي وفقوا ودخلوا معانا المجلس كاعضاء مجلس جدد، وزملاء الزملاء اللي بقول للزملاء اللي ما مش بقول ما حلفهمش الحظ، لكن انا بقول بحييهم كلهم، وفيهم شباب لسه متخرج وجايبين ارقام وعملوا جيم انتخابي في منتهى الروعه. وانا سعيده ان مهندس كفر الشيخ اهتمامهم بالنقابه وترشحهم للانتخابات دي حاجه اسعدتني جدا السنه دي، ان احنا وصلنا ل 22 مرشح على جميع الشعب. وبقول للزملاء اللي ما حالفهمش الحظ في ان هم يلحقوا كاعضاء مجلس اداره للنقابه، ان انا حققت اجمل حاجات لجنه الرعايه الاجتماعيه والصحيه، صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه في اللجنه، بدون ما اكون عضو مجلس، وده انا بعتبره من انجح الافكار اللي اتنفذت في النقابة. ودي كانت نبت أفكار ما همش كانوا أعضاء مجلس، وبدعوهم دعوة عامة للمشاركة معنا بجميع اللجان اللي هي موجودة وحنفعلها، اللجان الموجودة بالنقابة. بدعو جميع مهندسي الجمعية العمومية للمشاركة معايا باللجان، وبقول لهم النقابة دي بيتنا الثاني، وهي منهم ولهم، ودعمهم معايا عشان نقدر نوصل للي هم عايزينه. اول نقيبه للمهندسين ليها فرحه ثانيه وليها شعور ثاني، اول عضوه مجلس اداره نقابه مهندسين كفر الشيخ العنصر النسائي، كنت انا 2016 2020، واول نقيبه للمهندسين كعنصر نسائي برضو. وربنا يعيننا ويقدرنا على تحمل المسؤوليه، ويكون عند حسن ظن المهندسين اللي منحهم ثقتهم فيا. في خطه معينه للقادم لاعضاء النقابه، ولا يعني في خطه قبل كده كانت موجوده؟ النقابه بتدار وفقا لمجلس اداره مشكل من رئيس و14 عضو. طبعا في اهداف للنقابه موجوده بالقانون، والمجلس بيحط الاليات والخطط، واحنا النقابه بتعمل وفق منظومه عمل جماعي. ما النقيب او رئيس النقابه صوته بصوت عدو. اخر حاجه من خلال اليوم السابع تقولي ايه لزملائك في اعضاء في نقابه المهندسين بنقابه كفر الشيخ؟
زي ما قلت وحابة أرددها إن النقابة دي بيتنا التاني وهي لينا جميعا، وبدعوهم للمشاركة وتفعيل اللجان، ودي أسس العمل النقابي. القرارات بتطلع من اللجان بتعرض على المجلس، بتوثق كقرارات للمجلس، بنقدر المجلس يحط بينفذ مطالب مهندسين، بيلبي مطالب مهندسي الجمعية العمومية بكفر الشيخ. يبقى إذا مطالبهم يفعلوها بالمشاركة في اللجان، نشارك بعض في اللجان هتفعل جميع المطالب. يعني ما ينفعش ان انا اقعد بعيد واقول اي انا عايز من النقابة كذا وكذا وانا بعيد كل البعد عن النقابة. بدعوهم جميعا للمشاركة، والنقابة دي بيتنا التاني لأعضاء الجمعية العمومية وعلى العرس الانتخابي الجميل، ونتمنى منهم يدعونا بالتوفيق ودعواتهم.